رابونزل. ما بعرف شو هي لانه لبكتوني. ماستر يو جو جيرل. كان اي نوت. علاقة حب سينتيا سامويل وآدم بكري تعود إلى الواجهة. لن تصدقوا ماذا فعل لأجلها. Hi everyone, I hope you're all having a really good day. Today بدي أحكيكم عن موضوع كثير صغير. عادت علاقة الممثلة اللبنانية سينتيا سامويل بالفنان الفلسطيني الوسيم آدم بكري لتتصدر حديث المتابعين خلال الساعات الماضية. Do you guys want to see something cool? وبالتفاصيل عبر الفنان الفلسطيني آدم بكري عن حبه لسينتيا سامويل بطريقة مميزة من خلال مشاركة المتابعين صور رومانسية بتجمعه بسينتيا عبر صفحته الخاصة على إنستغرام. How do you guys say it? Why am I saying it wrong? Tango. 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 واللافت انه من بين هيدي الصور كانت الصورة يلي اظهرت وشمة على رقبته وبيحمل اسم سينتيا. شو قلها تعمل بعد 100 بوكي؟ صار البيت جنينة. عم تمزحي معي بيان بشهر. ما فهمت هلا شو صار لك؟ انت كيفك بترقصي مع رجال غريب؟ عادي عم برقص ما عم بفهم شو فيها؟ برأيك؟ وكانت سينتيا سامويل لفتت الأنظار إلى مؤخراً من خلال مشاركتها مع آدم بتظاهرة دعم لفلسطين بعد الأحداث الأليمة يلي عاش الشعب الفلسطيني بالفترة الأخيرة. ومنشير إلى أنه بيشارك كل من سينتيا سامويل وآدم بكري ببطولة مسلسل باب الجحيم. وبالسياق نفسه كانت تحدثت سينتيا بآخر حوار إلها مع صوت بيروت انترناشونال عن علاقتها بآدم بكري وقالت تجمعني قصة حب مع آدم واجتمعنا للمرة الأولى بتصوير باب الجحيم وانطلقت بعدها شرارة الحب وشعرنا أنه شخصياتنا بتشبه بعضها وأنا فخورة أنه حبيبي من فلسطين وما بتهمني الجنسيات وإن شاء الله بتنتهي هيدي العلاقة بالزواج. مش متلك شانستيك ما بغير أنا. يلا ما تغير الحديث، شو عملت مع رامي؟